رزق. شو اللي فكرك منه؟ بشو عم بتفكري انت؟ جاوبيني. شو بقى الحجار سكت؟ خلص اسكت. ولك عيب. انا ما شفت اوقح منك بحياتي. جاي على نص السهره اللي فيها جوزه ولابسة العقد ليه؟ عم تذكريه بالماضي؟ عم تلفتي له نظر وشو بدك؟ جوال خلصنا وبلا صغر عقل. بدك تظبطيه؟ انا بعد مش شايفه هيك. تركك من 20 سنه، صاحبك وتركك، خلصنا بقى. تعي لهون، منك رايحه لمحل قبل ما اعرف هيدا العقد، انت ليه لبستيه؟ ليه؟ بدك ترجعي للماضي؟ جنيتي انت بدك ترجعي لإلك ايه؟ شو صار يا صبايا؟ شو عم بيصير يا جوال؟ كريم عيب عليك، ما فيك تدخل فيني، خلص بقى اتركوني. شوي عيب اللي عم بيصير. ما فيك تاخذي طارق مني، شو فهمتك؟ جوال شوي طارق لإلي، ما حدا بياخده مني طارق، جوزي لإلي، شو فهمتكم؟ اتركوني يا جوال. وين رايحة انت؟ جوال خلص، ما رح تاخذي مني، خلص ما حدا بياخذ طارق مني، شو فهمتكم؟ جاي امتى؟ ناس بهالدنيا مقسومين لقسمين، ناس عندها قدرة على الأذى وناس لا. شو عملت؟ وللأسف بهيدا الوقت يلي نحن فيه، الطرف الأول دايماً هو المسيطر والربحان. بس يلي مثلي أنا وياكي، أهم شي بالنسبة إلهم مش يربحوا معركة، الأهم إنه يكون ضميرهم مرتاح حتى لو خسروا كل شي بحياتهم. ما قلت لكم بلا ما نفتحوا لهالمسبح؟